تطلب مني حاجه مش فاهمها. تمام. احنا معانا مكالمه معانا الاستاذ خالد من القاهره. انا بيجا يا استاذ خالد. يا فندم. انا بيجا يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ والله في نعمه كبيره الحمد لله. اتفضل يا استاذ خالد. انا بحب ارحب بس بضيوف حضرتك الاول. اهلا بيك. كرام المحترمين. اهلا بيك يا فندم. انا شايف ان الامتحانات في مستوى الطالب اللي بيذاكر كويس جدا، يعني اللي بيذاكر. شكرا يا استاذ خالد. عاودوا الاتصال. دلوقتي احنا كنا بنتكلم على خطه تطوير التعليم. تمام. وكان بيقول ان في خطه لتطوير الثانويه العامه بس. هل فعلا في خطط ان الحكومه خدت اجراءات فيها؟ لا، لحد دلوقتي ما فيش اجراءات. يعني هو كله كلام على الورق لغايه دلوقتي. لا، لحد دلوقتي ما شفناش اجراءات. مفيش اي حاجه. لا، قالوا في دورات للمعلمين على التابلت والكلام ده. قال كل حاجه هتظهر على التابلت. يعني كان زي التابلت مش هيتطبق. الله اعلم. طب هو قال ده الناس ما عملتش. لسه مش عارف. كان المدرسين لسه مش مؤهلين. يعني كل حاجه نسمع بعد امتحانات الثانويه العامه هنشوف هنعمل ايه. الدورات التعليميه والدورات طبعا استحاله. دورات التعليميه ده لو شهر واحد قليل طبعا. انت بتعلمني منظومه جديده خالص. استحاله ان المدرس يقدر يتعلمها في شهر واحد؟ استحاله المدرس يعرف يستخدم كل الامكانيات اللي هم عايزين ينزلوها دي. ونظام ممتاز بس لو اتطبق صح. ولو اتطبق في مرحله اقل من سنه. وهيقضي على موضوع الغياب والحضور ده في جميع المدارس. لان الطالب اللي هيغيب نسبه معينه مش هينزلوا الامتحان على التابلت. انت اتفصلت تلقائي خلاص، مالكش بيانات عندنا في الوزاره على التابلت. صح. بس فنظام ممتاز. بس احنا لسه ما نعرفش اي حاجه عنه لحد دلوقتي. كل ما بنكلم اي حد يجي لنا المدرسه لسه بعد امتحانات السنه العامه. طيب هنستاذنك معانا الاستاذ شيماء من القاهره. اهلا بيك يا استاذ شيماء. الو؟ استاذ ماشي شكرا. طب دلوقتي في جمله بتقول لك ان الامتحان بيجي في حدود مستوى الطالب. هل دي حقيقيه ولا كلام بقى بنسمعه برضه؟ في حدود مستوى الطالب؟ اه. هي الامتحانات دلوقتي كلها عموما لو لاحظت ان الاجماع على الثلاثه اللي عملته معاهم الاقاءات كلهم بيقولوا الامتحانات كلها سهله ما عدا الانجليزي. السنين اللي فاتت كان دايما يقول لك ايه؟ ده امتحان ده جه صعب وده صعب وده صعب وصعب ما عدا ده جه سهل. فمعنى كده ان امتحانات السنه دي كلها تقريبا في مستوى الطالب المتوسط. يعني امتحانات الشكوى كلها بس من الانجليزي ان كان في كلمات كتير جدا خارج المنهج. طب هل نظام البوكلت فعلا قضى على الغش وده خلى مستوى من الطلبه وخلى يعني اللي بيذاكر صح واللي مش مذاكر برضه؟ بنسبه 70% قضى على موضوع الغش. ما فيش شكاوي دلوقتي على النت ان في امتحان السرب على النت شاومينج ده هو امتحان السرب. ما فيش الكلام ده خالص. بس احنا سمعنا فعلا كان في تسريب في اول في اللغه العربيه. في اللغه العربيه؟ آه. لا ما كانش في تسريب. بعد قد ايه من الامتحان؟ بعد قد ايه؟ بعد نص ساعه او ساعه؟ سمعت ان بعد الاسئله اللي اتسربت بعد ربع ساعه. مش صح. قالوا بعد ربع ساعه فعلا في المنفيه فعلا. على المواقع ان دي كلها مواقع. لا قالوا مش صحيح.